جاسر ومصطفى طالبين بمرحلة الثانوية في محافظة الإسكندرية، ابتكروا برنامج خاص يتيح لذوي الاحتياجات الخاصة إعطاء أوامر لتشغيل استخدام جهاز الكمبيوتر عن طريق ارتداء ماسك مصمم خصيصا للبرامج. الجهاز بيعتمد على تحريك اللسان وأعطاء أوامر للحاسب أو الكمبيوتر مشابهة بطريقة عمل الماوس أو الفارة. الجهاز هو أهل الطالبان للفوز بالمركز الرابع على مستوى العالم بمسابقة تايوان الدولية بمجال العلوم لعام 2021. خلينا نتعرف أكثر على قصتهم. أنا جاسر محمد جلال، سنة أولى هندسة اسكندرية. من وأنا في ستة ابتدائي حصل لي كسر في الإيد، وساعتها كنت متعلق بالكمبيوتر قوي، فكنت بدور على أي طريقة أقدر أتحكم من الكمبيوتر من خلال حركة الوش أو من أي حركة عموماً. عدى علينا ناس من المدرسة قالوا لنا إن في حاجة اسمها معرض العلوم ساينس فير بيتعمل في المدرسة كل سنة. الفكرة مع المعرض، فقلت ممكن أدخل بالفكرة ديت. قلت أقرب طريقة عشان ألاقي حل الفكرة دي هي برنامج. علشان أعمل برنامج عرفنا إن فيه لغات برمجة وعلم لازم أتعلمه عشان أقدر أعمل برامج. كان أقرب صديق ليا في المدرسة ساعتها هو مصطفى، فدخلت أنا هو، كانت أول سنة لينا. كانت الفكرة عموما فكرة نظرية ما فيهاش أي عملي. السنة اللي بعديها بدأنا نروح كلية هندسة، وكنا لسه طلبة في إعدادي. اتعلمنا أكتر، اتعلمنا لغات برمجة، اتعلمنا الساينس إزاي أعمل برنامج. مجال الإبداع والابتكار، فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية. جاسر محمد جلال محمد إسماعيل من محافظة الإسكندرية عن ماوس لحالات الإعاقة. أنا مصطفى أحمد عبد المهيمن، طالب في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. إحنا أول ما بدأنا بفكرة بدائية شوية، كانت هي عبارة عن نظارة عليها ثلاث ألوان. بيبدأ الكمبيوتر يعمل ديتكت للثلاث ألوان دول، وعلى أساس حركة الوش بتاع اليوزر، يعني مثلا اتحركت يمين يبدأ البوينتر بتاع الكمبيوتر يروح مع وش يمين، اتحركت شمال هيروح شمال. دي كانت شكل مبدئي خالص للفكرة بتاعتنا، دي أول حاجة بدأنا بيها. بعد كده قعدنا نفكر، طب احنا عايزين نوصل لفكرة ادفانسد أكتر، عايزين نوصل إن احنا نقدر نعمل كليك، نقدر نعمل سكرول أب سكرول داون، عايزين نعمل كل البوينتس اللي بيقدر يعملها الماوس العادي. فبدأنا نفكر إيه اللي ممكن ذوي الاحتياجات الخاصة أو اللي عنده باتري في إيده أو شر رباعي والحاجات دي، إيه عنده بيتحرك في وشه تاني أقدر أخليه يستخدمه كحاجة لينا في صالحنا. فوجدنا إن اللسان بيقدر يتحرك في كل حتة إحنا عايزينها. فبدأنا على أساس ده نطور الفكرة بتاعتنا ونجددها أكتر، إن إحنا خلينا الماسك بدل ما هو كان نظارة، لا خليناها على جزء في اللسان هنا بيتحط، واليوزر بيحط لسانه في حتة إحنا عاملينها كده مخصصة للسان. And from Egypt. جاسم محمد جلال مصطفى أحمد عبد المنعم. أول مسابقة دخلنا فيها هي مسابقة انتل آيسف، شاركنا فيها من أولى إعدادي لحد لما مثلنا مصر في أولى ثانوي. مثلنا مصر في أريزونا في 2019، خدنا المركز الأول هنا على المجال Software Engineering في مصر. آخر حاجة وصلنا لها كانت السنة اللي فاتت ريجنال ان آيسف، دي أكبر مسابقة للشباب أو تحت السن في المدارس عموماً على مستوى العالم. قدمنا فيها، كان في تصفيات كتير طبعا، بدأنا تصفيات على مستوى المدارس، قدرنا ناخد المركز الأول، صعدنا تصفيات على مستوى الجمهورية، الحمد لله قدرنا ناخد المركز الأول على المجال والمركز الثالث على الجمهورية عموما. وسافرنا إن احنا نمثل مصر بره في أمريكا، بس هي كانت طبعا بسبب ظروف كورونا ما قدرناش نسافر، برضه كانت فيرتشوال. الحمد لله قدرنا نحقق المركز الثالث على مستوى العالم، وبرضه بعدها مش بكتير استضفنا وزير الإنتاج الحربي، تم تكريمنا منه ووعدنا ان هو هيبدا يدرس البروجكت بتاعنا عشان يبدا ينفذه في مصانع الانتاج الحربي ان شاء الله. احنا شغالين ان احنا يبقى ستارت اب بعد كده، ومن ستارت اب يبقى شركه عموما. اغلب اللي بيعانوا من الاعاقه الجسديه يعرفوا يستخدموه في حياتهم اليوميه، ويقدروا يشتغلوا ويقدروا يتعلموا اونلاين. طبعا نفسنا ان البروجكت ده يوصل ينتشر على مستوى العالم كله، مش على مستوى مصر بس، بحيث ان احنا نطور من البروجكت بتاعنا ويوصل لكل فعلا لكل ذوي احتياجات خاصه او كل حد يستفيد من البروجكت ده، بحيث انه يشتغل يطور من نفسه. وصلنا لمرحله الحمد لله ان احنا نقدر نعمل اي حاجه يقدر الماوس العادي اللي بيستخدمه الانسان في الشغل بتاعه. والدي والدتي والده والدته طبعا كانوا من اكتر الناس اللي داعمين لينا، بلس مكتبه اسكندريه كانت هي المشرفه على الجزء العلوم اللي عندنا يعني.
وكلية هندسة، يعني كنا بنروح لمعيدين هناك هم اللي كانوا من أكتر الناس اللي بتساعدني.